وحول سلامة العاملين ينضم إلينا من النجف مباشرة معاون مدير دائرة الماء والمجاري محمد رسول الكعبي. أستاذ محمد أهلا بك. يعني التقرير اللي شاهدناه من ميسان وفقدان حياة عاملين أثناء الواجب، يعني اليوم العمال بلا معدات سلامة، مع معدات ثقيلة، مواد سامة خطرة داخل مواقع عملهم، من يتحمل مسؤولية سلامة العامل العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهدين قناتكم الكريمة. طبعا بالحقيقة العمل ينشق شقين، عمل انه الكوادر الدائره نفسها اللي تقوم باعمال الصيانه والتشغيل للشبكات، اضافه الى انه اكو شركات متعهده او متخصصه باعمال الصيانه والتشغيل لشبكات المجاري. مثل ما تعرف حضرتك الاعمال المجاري او صيانه شبكات المجاري خاصه اذا كانت داخله في الخدمه هي مشكله كبيره، لانه وجود الغازات السامه، غاز كبريتيد الهيدروجين، غاز الميثان، المعادن الثقيله اللي هي يعني خلال اقل من دقيقتين الانسان يفقد الوعي ويفارق الحياه لا سمح الله. فمسؤوليه توفير معدات السلامه المهنيه اذا كانت على الدائره فهي الدائره يوجد قسم خاص مختص، هو قسم السلامه المهنيه اللي هو مختص بتوفير معدات السلامه المهنيه وكادر مختص مدرب على النزول في شبكات المجاري وتنظيف وتسليكها. بالنسبه للقطاع الخاص كذلك المفروض اختيار القطاع الخاص يكون على اساس الخبره والكفاءه اللي موجوده بالقطاع الخاص، الناس اللي عندهم خبره وعندهم قدره انه يوفرهم معدات السلامه الكافيه من قناع الوقايه، من قنينه الاكسجين، من حزام الامان، من السلم اللي المفروض متوفر داخل المنهوله. فهي كل المعدات المفروض متوفره حتى يقدر العامل سواء قطاع خاص او قطاع الحكومي انه ينزل الى شبكات المجاري. طيب يعني بصرف النظر انه العامل كان عنده عائله، أطفال، أولاد، يعني من القانون العراقي هل يضمن للعمال المتضررين بتعويضهم أو لذويهم بحال فقدان أرواحهم؟ يعني إذا كان هو موظف حكومي أو موظف بالدولة فأكو القوانين السارية اللي هي تخص تعويض الموظف إذا تعرض إلى أي أذى أو فارق الحياة لا سامح الله أنه يتعوض. بالنسبة للقطاع الخاص المفروض أكو عقود بحسب قانون العمل، قانون الضمان للعمال اللي يشتغلون بالقطاع الخاص، المفروض أكو عقود رب العمل اللي هو المقاول أو المتعهد يصير عقد بينه وبين العمال يلزم المقاول أو المتعهد بتعويض الشخص إذا تعرض إلى أي أذى أو فارق الحياة لا سامح الله. طيب يعني بالنسبة للحلول اللي ممكن أن تقدم للعمال، يعني ما الحلول المناسبة حتى نحد من هذه الحوادث المميتة اللي صارت تتكرر بأكثر، يعني في محافظة صلاح الدين واليوم في ميسان، شو ممكن نلقي الحل لهم؟ يعني الحلول راح تصير حلول فنيه وحلول قانونيه واداريه. الحلول الفنيه هي اولا يجب والزام المديريات والدوائر المجاري خاصه بتوفير معدات السلامه وعدم اجبار اي شخص بالنزول الى الشبكات المجاري او محطات المجاري الا بوجود السلامه وبوجود مهندس مختص، مهندس السلامه المهنيه بموقع العمل. هذا شرط أساسي، إضافة إلى إدخالهم إلى دورات مختصة. طبعا أكو تعاون دائما موجود بين مديريات المجاري وبين دوائر الدفاع المدني الموجودة بالمحافظات، دورات مستمرة بالنسبة للعمال، بالنسبة للسواق، بالنسبة للكوادر التشغيل. الغرض من هذه الدورات حمايتهم، حماية حياتهم وعدم تعرضهم للأذى ولمفارقة الحياة، لأنه أي استهانة بهذا الموضوع يسبب لنا مشكلة أكبر. إضافة إلى أنه المفروض يشرع قانون يخص القطاع الخاص وقانون يخص القطاع العام تعويض الشخص اللي يتعرض للأذى أو حادث، قانون ينصفه ويعطي الحق حتى انه يعني لا سامح الله انه يعني ياخذ اهله يتعوضون مكان الضرر اللي صابهم. هنا نتحدث يعني استاذ عن مساله الضمان الصحي، التامين، يعني اغلب الدول حتى المجاوره انه ولو كان بالقطاع الخاص هناك من يؤمن حياه العامل في القطاع الخاص، تامين صحي موجود، احنا ليش ما نشترط على القطاع الخاص توفير هذا كشرط للعمال اللي يشتغلون بمكانات خطيرة خصوصا؟ نعم،
يعني احنا اغلب الشركه وكل قوانين العمل الشركات قوانين الاشغال والتشغيل عندنا اللي ساريه المفعول هي قانون الضمان موجود، كل مقاول ملزم بالضمان للعمال والكادر اللي يشتغل عنده بالنسبه للعقود مع الجهات الحكوميه، ضمان موجود. لكن ضمان الصحي ان شاء الله يعني سمعنا الحديث الجديد انه ان شاء الله راح يشرع قانون الضمان الصحي بالنسبه للدوره الحاليه ان شاء الله، يعني يخدم العامل يخدم المواطن كذلك، إضافة إلى أنه يحمي حقوقه ويحمي حقوق عائلته كذلك. طيب لماذا لحد الآن البرلمان لم يشرع قانون لحماية العمال خصوصا في القطاع الخاص؟ اليوم هناك مطالبات بتشريع قانون يحمي العاملين في القطاع الخاص، ليش لحد الآن ما شرع برأيك؟ والله إحنا يعني ككوادر حكومية وكوادر تنفيذية كوادر صيانة وتشغيل نأمل إن شاء الله من الدورة واللجان المختصة بمجلس النواب تشريع قوانين تخدم العامل، تخدم لجنة الخدمات، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه تشرع قوانين تخدم العامل سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام وحمايته من مخاطر وتأثير الغازات بشبكات المجاري. يعني في كل أحوال احنا نتمنى السلامة لكل العاملين سواء في القطاع الخاص وفي القطاع العام. أنا أشكرك جدا الأستاذ محمد رسول الكعبي مدير دائرة الماء والمجاري في محافظة النجف الأشرف.